شلون اشوف المراية هاي؟ وسع انا بشوف المراية هاي. طيب بس خالته ابراج الكويت موجود على موجود على الخليج العربي. اجل. وفي برج هذا اللي انا دائما بحكي عنه ايش اسمه؟ في بطة صغيرة واقعة هون. الشرفات خضراء. لعبة اطفال ورا هون لو تطلع الشباك. لونها اصفر. اسمعي يا خالتي جنب جنب جلسه في برج شايف الناس كيف قاعده طلع محلات سي سي هاو بيبل ذي ار سيتينج اه بس اسمعي سي سي بيبل سيتينج اه بس خالتي اسمعي في برج طويل اللي هو واحد من ابراج الكويت لحاله عنده يعني زي برج التحرير اه اسمه برج التحرير اه وانا عارف ايش انا عارف ليش في واحد من الشيخ هو صنع هو حكى هو حكى الصانعين يسووا ابراج الماء ليش جمع برج الماء عشان تصير كتير مشهورة. شايف مكتوب شارع الخليج العربي. شايف شارع الخليج العربي. عشان يعني تحمل عشان الجمع عشان تصير كتير مشهورة ولا عشان تحمي الناس؟ عشان ما يكون أنا مية قليلة عشان ما تخلص لازم. بعدين إحنا يا إياد هذا كلام إلك. لازم لما نتوضى لازم لما نغسل ما نفتح الماء الآخر لازم نكون مقتصدين اقتصاد. We have to use slow water, low water عشان ما بيصير لما بكره بتخلص الماء بتقول اه احنا كنا مبذرين احنا ما كنا نفتح الماء انت بتتوضى ليش تفتح المصدر على الاخر غلط لا ما على قدك شوي على قدك اه الله 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 قال لا نبذر شوي نقتصد يعني ما تكب الماء كلها هيك تفتح على الاخر على قد حاجتك خد التبذير يعني تستعمل زيادة حرام يعني انت مثلا المية هاي اللي شوية بتخليك تتوضى ليش تستعمل مية كتير حرام كله على الكب هذا التبذير مثلا نتفت الصابونة بتنظف الصحن ليش احط صابونة كتير ولا بس لازم نقطة صابونة خالته هذا اسمه اقتصاد خالته بتقول لك ايش يعني عدم التبذير طيب ايش معناته هل في ذلك القسم ليش هل في ذلك القسم اللي ده لازم اطلع لك على الجوجل عشان شوف الناس كذابين حاضر بس انا بشوفها فيها بس افضى بالجوجل Rich and like Sheikh prison royal family